مساكم الله بالخير يا دوي غاز. البرنامج العائلي راحت عليك الموسم الثالث اللي جوائزه تتكون من 10 من عطايا الله مغاتير زايد بيت متنقل بطول 25 متر فندق في الصحراء زايد راس البي وكالة الجفالي من مرسيدس. ثلاث جوائز بسعر 700,000 ريال بتروح إلي الرجال واحد ما بين 35 رجال من العائلة الكريمة. برعاية آفاق للتطوير والاستثمار العقاري وكذلك برعاية كرم النخيل. وشغل يا كنترو. يا عيال العودي راحت عليك درب معروفه وراس يحتريك كان تبغى الجائزه كل ما لديك انت حدينا الله بها من جديد ما يعرف الا بيوته وبركها يا وديها الخير حسب الاحتياج بدي اللي دوت بالزراد لعبتي راحت عليك بكل عام. انت ليش تكوش يا اخويا الكبير الجوائز قسم اجلس لا بطير انت ما تقدر تقبل ولا بعير جايب يكفيك شربك وطع وشوف لو تخليهم على ما بالضرور اترك بالله هم جسمي الحجمة وانا رع الجهار والله اني مشتهي غرفة ودود لا يا ارضي ولد عود ولا عود زودوا في الاسئلة ودري وزود اخذتي للجائزة مثل السلام يا خوار الشالي بخط جديد ولا فلوسي ولا فقير صيح وانتم الف من كرمكم ما تقيل قد عطيتوها مني عمو عمار Hello.
مشارك معنا في المسابقه لكن فال ابوه التوفيق ان شاء الله يستاهل هذه هديه. اسمعوا يا ذي الغانم، سامي تغانم ونبت الزهر والمربيع، ما كل يوم من يخضر لنا المراعي، واخذوا من الحلوه المصفى قراطيع يسرع دوره الزمن والوداعي. يا سلام، الله يكفينا شره، الله يكفينا شره، امين ويا في الطريق ما الله يكفينا شره. اسلم. واخر كلامي فيه بصمه وتوقيع، قلت وانا اللي نجدتي من ذراعي، من كثر ما مرت علي مواضيع سعيت في موضوع حل النزاعي، ادرى رفيقك يا بعيد المربي، على الرفاقه لا تصير اندفاعي، لابد ما تشري معي يوم تبيع عمل الذهب واللي شرى منك باعي. باع حتى عدوك فيه بعض المنافع، حتى عدوك فيه بعض المنافع، تاخذ عبر ودروس لان كنت واعي. هاي يا دكتور، اتوقع ما يجوز، والسبب انه هو اصلا ما حرم ولا نوى الحج، فهو ما هو محرم، يعني لباسه ما هو محرم الا اذا كان يقدر يحرم فالفتره دي يستاذن ويتفرغ ويلحق يوم عرف. وش نقول للدكتور؟ هو عطاها اجابتين الا ايه، عطاها في احتمالين. طيب شكرا، خلها احتفظها. وش اسوي؟ ما عندي الا ذا. ها مهلا، الشريعه ما يجوز. ليش؟ لانه مو محرم، عسكري، عسكري مداوم. كيف يا جماعه اللي عنده نفس اجابه غزال اللي يقول ما يصح حج لانه مداوم، خلاص يحتفظ باجابته. هاي ممدوح، يجوز له من يوم عرفه انه يبدا يبدل اللبس على طول يخش الحج. ليش؟ ليش؟ يا اخي قطعت نص المشوار حطيت النص الثاني. ها يا عزوز، يجوز بس انه اللي صار ناويها من قبل، انه يعرف انه رايح ويجوز. وش نقول عزوز؟ راحت عليه. ها يا فهد، شوف يا ابوي، ابوي ايش رايك اعطيك الجوال وانت اللي تقدم الفقره؟ والله يشارك في مهمات حتى خارج المملكه ويعرف الكلام هذا، بس ما يبغى يخرب. يا ابوي انت تحمست من المدح، خميت المنديل؟ والله خميت المنديل، انا اعرف. ها يلا، ها جاوب. جاوب. يجوز له. ليش؟ لانه راح مهمه وبعد ما وصل مكه استاذن من المسؤولين واحرم ودخل الحج. ويجوز له ولا على اي معرض. واذا صار غياب ترى ما يجوز. اذا صار غياب ما صار. المسؤولين اللي بعد. ولا عليها من احد يا خالد، وراح مهمه. نعم استاذن منهم ولا عليها من احد، استاذن الرجال الحج اهل مكه يحرمون منها. نعم. طيب انت ليش زعلان يا ابوي؟ لان هذا الحقيقه. حج مبارك. هذا اللي ما جاوبين قتل اللي وانقضى الحج وما عندهم. يا ابوي تكفى، لا يطق فيك عرق. والله لا ما لازم يستاذن من مسؤولينه. نعم ترى اذا صار ما استاذن من مسؤولينه ما هم مقبول. وصار ولا لا؟ نعم ويصير زي اهل مكة، ويصير زي اهل مكة، واهل مكة يحرمون منه. نعم واجابة صحيحة، والحين تقول مغار النية. أيوه. والنية وتعطيها وتقول ما جاب راح مهمة، ما جاب مهمة محويدات ثانية ما تحرم. جاوب جاوب، انت اللي تصفق جاوب. انا عسكري، يلا جاوب. انا اشوف انه يجوز. انا ما ابغى اشوف هذا فيها حكم، فيها حكم شرعي يا استاذ الفاضل. يحج ويذبح فدي بعد ما يخلص. هذا عسكري ما جاوب، تبوني انا اجاوب؟ اتوقع انه ما يجوز، لانه المشكله كل مهم كل سنه يروح مهمه، كل سنه يروح مهمه وعسكري ما عرفه، تبوني انا اعرفهم؟ بس اتوقع انه ما يجوز، لانه خلف اداء المهمه اللي هو مرسول لها. هو مرسول المهمه وخلف. ها وش رايكم في كلام الدكتور؟ والله يمكن جاوب. وش نقول له؟ جاوب. لا ما نقول له راحت عليك، نقول له راحت عليك. عبد عصامي مبروك النون الجديد، خلني افوز. الله يبارك فيك. هاي محمد، والله اقول انه بس تكفى لا تطلق النار علينا، سم. يجوز. ليش؟ لانه ما يقدر يلبس الحرام، وهذا في مهمه، تعرف لو كان في حرب ولا شيء ما يقدر، فخلاص يحرم مكمل حسب الحاجه.
ها يا وليد انا اقول يجوز. ليش؟ فضروره تباح المحرمات. هذا نسيبك هجت ما انت وين رايح؟ خلونا نروح لنسيبنا الثاني. يلا ان شاء الله في خير. تبغى الاجابه اولى اعلمك اني خان نصر قبل ولا بعد؟ هذه ريحك. طيب تراني خان نصر. ونعم. سم. طيب شوف انا اتوقع ان الاحرام ركن من اركان الحج عشان كذا ما احرم ما الحج. بالله عليك. والله وشر ورعك ان طلع مثلهم. عمان قبل ما جاوبوا. و70 نعم خلونا نروح نايف. تكفي نايف والله انك كل الحلقات ديكور. جاوب. اسمعني ما يجوز. ليش؟ لانه ما غير ودوك مهمة حج وقلت انا بحج. كيف كذا ما يصح؟ لانك ما نويت الحج ولا رحت. بشرط انه يحرم قبل الغروب يوم عرفة. حلوة كافة بس صراحة. هاي يا السلطان ابو عقاب. يحرم من حيث نوى المكان اللي جاء فيه الحج وجاي في مهمه، لكن نويت انا اني احج مثلا في مكان اللي انا فيه في عملي، خلاص احرم من المكان اللي فيه عملي والحق الحج وبس. بس ساده. هاي يا دكتور. في اعتقادي انه ما دام انه اذا هو من خارج مكه وجاء داخل مكه تجاوز الميقات اصلا حج له مواقيت، لازم انه يرجع للميقات ويحرم من الميقات. هذا قد انه تجاوز الميقات كيف يحرم؟ والاحرام ركن من اركان. ابو عبد الله. والله انا اقول الحج نيه، اذا نوى حتى لو انه في مكان عمله يحرم في يوم عرفه ويذبح فدي انه تخطى الميقات من المكان اللي نوى فيه، يحرم وعليه فدي وحجه جائز اذا سمحوا له المسؤولين وفي عمل. هاي يا عمي. ما عندي غلا اللي اعطيتك اياه بس تعال. طيب اقسم بالله اني نسيت السؤال. نسيت السؤال؟ اقسم بالله. يا ابوي بندر يقول نسيت السؤال. تعال. لا ما نسيت. اقسم بالله اني ناسي. اظن استخلص من السؤال اجابه. ايوه اجابه. لا تفكر على الجواب. يعني نتعدى يا ابوي؟ الاجابه اجابات ما الاجابه اجابات عن الناس كلها اجابات. انا احلف بالله وانا صادق والله اني نسيت. طيب قل له السؤال بالله. عسكري هي. كل سنه في مهمه راح مهمه في عرفه في طيب. مهمه حج كل سنه في مهمه حج كل سنه ايوه طيب هالسنه يبي يحج وحج وخلص حجته هي. هل حجته صحيحه ولا لا ولماذا؟ صحيحه. ليش؟ الحج عرفه ان احرم حضر عرفه قبل غروب الشمس حج ما لها علاقه في اي شيء ثاني. هاي يا مهندس. حج صحيح. طيب ليش؟ لان الحج مكان ما هو حج بس عليه 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 فدي عشان ما مر الميقات. تفضل يا عمي. نعم ان شاء الله تصح حجته بس شريطه الاذن وشريطه اقرب ميقات من جهه ديرته المكه المكرمه يحرم منه ويواصل حجه. عمي حنا نقول لكم حج بلباسه العسكري. تعال يا غازي. تفضل يا الورع السمين. ها؟ عنده ايش يا عمي؟ سفرة بدر. طازج. يحرم عادي ولا على حج ولا على اي شيء. ايوه. ولا اذبح هدي ولا شيء يكمل عايد. تفضل. تعال جاي تعال جاي. يحج بربيع لكن شريطة انه في طواف الوداع يحرم. ايش دخل طواف الوداع؟ خلاص يا ابوي جاوب جاوب تبي. صحيحه. خلاص يا ابوي انا في فقره ما ضفتها. بس خلاص انت جاوبت. جاوبت. وش الفقره اللي تبي تضيفها؟ اللي اسمحوا له يحرم من مكانه. الو ويروح لاقرب ميقات يقعد منه ويحلق بعد العمر ويواصل الحج. يا ابوي قلت انت هذه اول ما ضفت عليه ولا شيء. حج مبرور يا خالي. قل خلاص حج مبرور. هاي يا عم سعيد العرى الشيطان. حج صحيح من مكانه اللي نوى النية فيه ويحج لن عمله يمنع طول الوقت من اداء الحجة. فولان يبي يحج والاسلام ميسر لما بني عليه.
هذه قلناها يا عمي يا عمي السؤال واضح. هذه قلتها انا اقول لك رجال عسكري في مهمه حج. طيب كل سنه يكلفون بالمهمه وحج بلباسه العسكري، وش عليه؟ هل حجته تصح ولا ما تصح؟ تصح. ليش؟ لان عمله حتمي عليه، عمله رابط والدين ما يتنافى مع العمل، دين ما يترافع مع العمل، واذا كذا تنافى هذه مشكله، بس الدين يسر زي ما قال عمي سعيد. طيب انت ايش تفرك يدينك عشان يجاوب ويلها بالغرفه علشان اجاوب. وات زور نيم سوي لك معلومات. وات زور نيم سعيد؟ انت تبي تاخذ اجابتك كذا مثل الكليت الاول؟ بعدين لا تسالني، لا تسربي علشان والله نسالي قبلك. خلاص طيب انا هذه جاب. يا غازي اهم شيء يوم الوقوف في عرفه. قالها ما خلنا نجاوب. يا رجال يجوز له بلبسه العسكري يحج وينبسط ولا على الشيء. ليش؟ انا اعلمك ليش. لان هذا قائم في خدمه المسلمين ومكلف بعمل. لا ما قالها، ومكلف بعمل فما يقدر، هذا عند الظرف، والله السامح له. واهم شيء ان الف مبروك يا مخلوق. لحظه الاجابه اجابه خاطئه اجلس لو سمحت. لا صح اجابه والله اعطيتك تهويبه والله فرق. لا الاجابه صح، انا ما عندي اجابه. خلاص اجابه مخلد صح. حمامي جابت مخلد صح. حمامي عمي الخاص من جابت مخلد صح. ما ابو مخلدك حيلان. ابو مخلد كل سنه يحج ويوم كانت العمل يحج رسمي. والله نور رسمي. نور وش؟ سعد. انا جايب انسان الاشرار من نجد. واللي يفتيه نور سعد. يلا والله انا اعتقد انه ما يجوز لان فهمهم عسكري. وإذا بغى الحج لازم يستسمح وياخذ تصريح من الدولة ويحج مع الناس. لكن هذه حقت عمير بيجي بالعمل. بعد مغرية بعد مغرية دور لك إجابة غير ذي. إذا نوى الحج يقدم وياخذ تصريح سماح ويحرم من المحرم اللي يليه. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي، حنا الحين حنا نقول لكم ما لكم شغل في السماح. رجال لابس لباسه العسكري حج، هل يصح حجه ولا لا؟ ليش؟ ما لنا شغل احنا في السماح وما السماح. العرب بيسوون نظاميين في سنابك يا غازي. ذلي ذلي. انا والله لا جاوب. ها يا مشاري هو كل سنه مكلف. ايه طيب هذا حبيس دوامه، فمن حيث حبسه حابس حبسه الحابس يحج. محبس الجن ولا الجعرانة؟ وانت ما يوقف في محبس الجن ولا الجعرانة؟ محبس دوام. محبسك حابس يا محل. ها يا بوش لا استكت الدعوة يحلهك حيلان. ها اعتقد والله يا غازي والله ارفع صوتك. اعتقد ان الحجة صحيح لان نوعية مهمته تسمح له بذلك، المهمة عسكرية. خلاص هذه قالوها كثير يا بوش. عندي ايوه يا جماعة لا تتعبوني، اللي ما عنده اجابة مختلفة لا يجاوب. يا هي بتمشي لين توقف عند ابو ساره. سم ما تقبل لان ما عندها الاستطاعه ولا قام مناسك الحج، وعلى كذا ما يجوز حجته. ليش؟ لانه ما الحين الحج في الاستطاعه، انك تستطيع للحج. هو ما استطاع ولا قام باركان وواجبات الحج، وعلى كذا ما يقبل حجه. وش نقول عمي ذياب؟ هاي ابو غناتي راعي البويضه. ما عندي اجابه غير اجابه مخلد سهل. غيرها ما عندي. كذا مستسلم رافع المنديل؟ مره بيدينا ثنتين. استسلم. حجه غير صحيح. ليش؟ ليش؟ لان من شروط الحج الاحرام. كذاب يا غازي ما براعي دين. حتى الحين مو بتدير يا ابو الحرم بكا ولا ما. الحين عبده واحده. هذا كفو. حجه مقبول يا غازي، عليه يذبح فدي عن اللبس اللي لابسه العسكري. الف مبروك. عليه يذبح فدي بسبب لبس المخيط. نعم تستاهل ومبروك. علم عمي ربيع قال انتشر اثبت البكوة الموقف. اقول هذا بكوة في الحرم يوم بكى صحيح من خشوع ومن قلبه. انا راعي دين. انت موفق. الله يخليك. اختار يا محمد. الله يخلي فريش فيس. يا كريم يا كريم. محمد بس عشان الظروف فيها بعض الاشكاليه اختار. بسم الله.
الله 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 يا ورقة الله يجعله ما تنفع عطني لحظة اهم شيء الورقة عد الفلوس خمسة وانا ما هرجتها والله انها خمسة انا اعرف الفلوس من بعيد هاشم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة آلاف لقاها أبو بنت الديرة في الظرف طيب استريحوا يسارك وين؟ يساري عام واحد اثنين ثلاثة ألف مبروك يا ممدوح داعين ابو ممدوح من عاصر ممدوح ما شارك الليله ولا بط السيل غير من كبره ما يستاهل لانه هو جامعي مهندس وما حل السوى رجع جات رميت والله صح هذا هو يا ولد صح قال اللي ياخذ السيل من عمي ذيب ردنا الممدوح له حبل انت مدون وحبل نرد السؤال الثاني رجل حاج ومحرم قلع مما أنبت الله تعالى في الأرض يوم عرفة ما حكم فعله؟ السؤال الثاني رجل حاج ومحرم قلع مما أنبت الله تعالى في الأرض يوم عرفة ما حكم فعله؟ ها خلونا نروح وين الروح خلونا نروح لأبو سارة الحج لا بأس عليه ما عليه حج ولكن ما حمي في حدود الحرم عليه كفارة الكفارة أنا ما تحضرني لكن الحج صحيح ولا عليه أي بأس لا حكم فعله محرم لأن الحرم كل شيء فيه من صيد ومن نبات أخضر محرم قلعه ليه يا أبو سارة لأن حدود حددها الله وأقرها الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحكمة فيها ما أدري وش هي لكن حنا مسلمين به جدلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم وش نقول أبو سارة صارت عليه ها يا أبو حشر لورينا أقلع من جورك هذا بغريب الرطرة يجيب لنا الأسئلة بدري حجة جايز هذا جلس في مكة 15 سنة وضرب راعي التاكسي والجنوب الشوقية فالشوقية حنا ما نتكلم عن الحج ما فيها شيء قلعة حنا ما في شيء ليش؟ المنهي عنه في قول الله سبحانه وتعالى حرم عليكم صيد البر وأنتم حرم ما لنا الشجر الدخل فيه ما على الشيء والشجرة ما لنا فيها لازم يحج وحج الصحيح بإذن الله وش نقول لأبو حشر؟ من اللي تلهب بيها؟ طيب جاوب يا عمي سهل انا ما عندي جواب هو يرمى عن الرجل خلنا في الغرفه لا تكون ما عندي جواب ابوك ماخذ انت ما في حاجه زواج جواز سفر اقصد والله خرب البيوت ها والله انا ما عندي ما اعرف صراحه انا ما اعرف ما ادري الجواب وش خلصنا من الاب نبي نروح للابن وش يا غازي يجوز ليش يجوز لانها يمكن مضايقتني وانا بجلس يا سبحان الله اشجره في الارض مضايقتك لا يمكن هذا يوم نقف في عرفه اشجره جنبي ووخرتها يعني واكلتني ولا دقني شوكه تعرف انا ما علي ملابس عرفه ما في كباري الرجال ظاهرني يجلس تحت الكباري في عرفه ما في كباري انا اقول يجوز برهن انت اشغلتنا برهن هالحين للسؤال يجوز وش اعلم عشان المخيط تعطيني انا حلها قسم ما يجوز لان في المنطقه الحرام شوف الاجابه صح فريقات سبيك انجلش ما يجوز الصيد ولا قلع الشجار ولا لان في المنطقه الحرام هلو سبيك انجلش يا غازي يجوز يا غازي يجوز ليش يجوز؟ ليش تقلع الشجرة؟ إذا إنها سببت لي حكة ولا أنا جلست عليها وتعرف السنانة وحدود الحرم واجد فيها والنوم تجي تجلس كذي يدقك شيء غالب منك
لا عمي سعيد جاوب جاوب يعني خطوة النقطة. ايش نقول مخلد؟ يا عيال من اللي يفكر خارج الصندوق يجاوب؟ انا اقول والله شوف يا عمي ابيك تركز. الاجابات السابقة لا يعني انها خطأ، لكن ربما يكون التعليل خطأ، ربما من ضارة النافعة. انا اقول لل قال قال على بت بت سعيد اترك عنك اقول بت بت على السواد سيد روح كذا قدام. لا يجوز اعتماد قال على النبات في في وانت محرم في في حرام. في حرام. يا عمي هذه قالها ابوي، ومن مس الحجر فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. هيا هاي يا عمي عندك اجابه؟ لا انا الشطار ما عندي اجابه. اول مره اشوف الجميع يستسلم عند هالسؤال. تعال يا غازي ما استسلم، لمن اللي قال مستسلمين؟ على كبه. لحظه على الطياريه حضرت. على كبه على غازي فلا رفث ولا فسوق في الحج. يا صريحه محرم، لان هذا من الفسق في الحج. طيب يا دكتور الناس قالوا قبلك الاجابه ذي، عندك غير؟ ما حد قال التعليل. طيب ليش فلا رفض ولا جاوب؟ ما يجوز يا غازي. ليش؟ ليش؟ كلهم قالوا ما يجوز. لأنها من أمانات الله في حد الحرم. طيب قالوا هذا، قال الرجل. لا ما حد قال في حد الحرم. أبو سارة ما قال. أنا بعيد. قلت في حد الحرم بس ما قلت مما أمن الله. للأمانة. جايز. أنا ما أتكلم عن الحج. أنا أتكلم عن فعل إنه يقلع الشجرة وهو حاج. مكروه. ما بس ما. جايز ولا مكروه آخر كلام؟ لا مكروه ما بس ما عليه شيء يعني. هو مكروه وما أذنب ذنب، مكروه الشيء هذا اللي سواه إنه أنهى حياة الشجرة هذه البريئة التي وضعت في حدود الحرم أحياها الله. هذا ما يجوز. شو لقف؟ أنا مسكت لك سريده. شو لقف الملقوف أمصعه؟ هو ملقوف هذا شو يسوي؟ لا أنا أقول إنه جايز ولا بدر متعقد من الشوك من يوم إنه صغير. بس مكروه هني خلاص. طيب اسكت شوي. انا ما ادري عنك انت الحين واقف بالكاميرا، انا ما ادري. قل راحت عليك. وش نقول لابو عبد الله؟ راحت عليك. قولوا ماما ميتين انها تروح علي. انت ايش تقول؟ انا اقول راحت عليك. يلا اجلس. ها انت اللي اجلس سم. راحت علي انا مره. يا عمي خمها يمين يسار. ما فيها خم اجر ولا مخمخ معانا ما اجر يجيب. ها ابو سعد والله أنا أقول لأنها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها يا أبو شوق. والله أنا أعتقد ما يجوز، يأثم على فعل هذا بس يستغفر الله وخلاص. حنا مشكلتنا مو في الإجابة إيه ولا لا، حنا مشكلتنا وين اللي يجيب التعليل الخرافي. أنا لا أنت راحت عليك. ها يا سنكلي حاجة صحيح. أنا ما أتكلم عن الحج، حجه صحيح سواء قطع الشجرة ولا ما قطعها، حنا نتكلم عن الفعل. الفعل؟ إيه. إيه على الفعل فعله ليش؟ على ظل الحرام. أنت تروح تخلى السواد تجيب من فوق. وتروح تجيب أنا مر على العالم لا تجي من فوق، تعال من تحت من تحت. ولا الموضوع. الشغلة في الشجرة، يعني من تحت. تعال يا راجل. يا قلبي يا أبوي، فصل على الجميع ها. عندك إجابة؟ والله أتوقع إنه ما يجوز. اخر كلام ها عبد الله. والله اتوقع انه مكروه يا غازي. ليش؟ ليش؟ لان من المحرمات وقت الحج وانت محرم وتقلع الشيله. كيف ها عبد الله؟ والله اتوقع انه مكروه يا غازي. ليش؟ ليش؟ لان من المحرمات وقت الحج وانت محرم وتقلع الشيله. كيف مكروه ومحرم؟ غازي اسال وش الفرق بين المكروه والمحرم؟ اسال وش الفرق بين المكروه والمحرم؟ وش اسمع ابو غناتي راعي البيضه، وش الفرق بين المكروه والمحرم؟ ما ادري، هذه ما ادري انا عمي ايش يعلم. جايز لان فيها ضرر على المسلمين الشجره هذه. هذا تحليل. كيفك؟ انا اقول ما يجوز. ليش؟ لان في الاوقات هذه يمكن النبات هذا يكتب الحجه زي الانسان عادي. شكرا لك. عفوا. هذا من وجهه. يحرم والله. بغوا يحججون الشجر اخوانك عظام. ها يا مشاري. ثلاثة ولا يقلع على الاشجار في حدود الحرم وهو حاج. طيب يا جماعه. سبب تعبدي. طيب يا جماعه باقي احد عنده اجابه من اللي ما جيناهم؟ انا ما جيت. سمين يا غازي. والله لو اجيك ما عندك سالفه. والله عنده من يدق الكبسه، والله ما عنده اجابه. والله فكرت صراحه. لا العكس.
على اساس ما انت بحاطه انا معامرها لي يلا وتجيب المصاح تفضل انا لما مسكتك صرت ادوشك ويذبح فدي عشان ما صعدت للشرح فدي ليه شان قطع الشرح ما فدي الرجال يبغى الزكى اي شيء فيه ذبح يبي ياكل بس يما خلف فدي فدي وش نقول لنرع السمين اذا اقتلع الشجره لسبب يبرر ذلك صحيح ما عليه ولا شيء ولا يؤثم ولا اي حاجه انت لو فهمت لو فهمت السؤال صح للعدوان صلي على النبي اذا اقتلعها هل هو اعتداء بلا سبب غلط 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 والله لو فهمت السؤال صح جاوبت الشجر ممكن يكون فيه فروخ يكون فيه طيور يكون فيه غلط غلط ابو ربيع ابو ربيع عندك اجابه وش اول شيء هي لا تجوز لا تجوز سواء محرم ولا مهم محرم غلط دقيقه اسمع غلط انا ما عندي شيء مره مستسلم ها انا اقول لك الحجاج ما يقدرون يغطون رؤوسهم غلط يا غازي احد عنده اجابه خلص انا بجاوبه وخلاص ها الوادي غير ذي زرع اصلا ما فيها اشجار ولا في شيء والله غير ذي زرع الله يقول في محكمة طيب السؤال صعيد عربة صعيد يقفون الناس في كلهم ها صحيح ولا لا ولماذا انت تجيني يا غازي ترى هذا اضربها في الصفه من يوم جي ها يا ابوي جاوبه مع الريجي سؤال الصحيح سؤال جواب جواب هو يا ابو جواب الصحيح صيام الصحيح صيام الصحيح ليش لانه ما حصل لا كان ناوي انه يفطر وما الله كتب غازي خلصت من المره عندي خلصت من الابو تعال للابي لانها سم انا اقول يا غازي صيامه ما هو بصحيح ليش؟ لان كنت ناوي تفطر طيب وعشان ما المحطات مقفله وبقى ساعة انت ناوي ولكل مبروك الف مبروك يا ابو جوابي 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 سراق هذه حيل مجامله غد خلاص يا ابوي عشان احط لي الاجابه يا غازي الابن وابوه هذه الملعنه من 20 سنه وعايش عليها وين خلاص تقول الله يجعلها ما تنفع لها ولا دقيقه حراميه واضحه واحد يقول الاجابه ايه يجوز الصيام يوم قال ابوه لا عرف انه ما يجوز قال لا ما يجوز والله ما فيهم والله ما صاموا غير العام اصبر والله ابوه كان في تيمم ما يصلي والله ما يصلي ولا ريال يا عمي اخوك طلع بعد انا بطلع اخوك ترى جيب اخوك ما يعرف الا قيوده وارتحان السؤال ما قبل الأخير رجل صايم استخدم قطرة الأنف مزكم خشمه منسد سلامات الله يسلمك سلامات والله يا ابو النصر ما حكم صيامه ولماذا خشمه كبير معنا طيب القى ما الصيام الله يسلمك سلامات والله يا ابو النصر ما حكم صيامه ولماذا خشمه كبير معنا طيب القى ما الصيام ولي راسك كبير علي راس كبير ما اسمع قطره الانف تستخدم لا الجهاز التنفسي ما تصل الجوف ما تفطر وش نقول لابو شو والله اللي جاب هذا دين وطيب عيال مريزيقه والله اللي جاب وخوار ذوي راسه اجلس على الكرت على الخير اجلس هنا هنا ترى هذا عنده معلومات ترى هذا عنده معلومات مدفونه بس ما حد لقى يكتشفها لي انا اقول هذا بس عنده مشكله الارسال ما يجيبك هو الحين ما يسمع انا اقول تفطر. جاوب انا ما اسمعني تفطر ها تفطر ليش لانها تدخل مع الخشم وتنزل مع الحلق للمعده الف مبروك جاوب انا
عندي سؤال. وش معنى هالفرحة العاربة؟ أول مرة يجوا عصابة البل. عصابة البل هذه كلها عصابة البل. الحرم أنا. إيه حرم. ما شاء الله جاوبك. الناس كلهم بكالوريوس ماجستير دكتوراه يبي يدبرون أنفسهم. هذا جاوب من صميم مخه. اتفق مع الحجة جاوب يقلط لها شايب عند الملاقى صبي. يا بوي لا وش مع عمي سعود تفرحني لو فايز عمي سعيد زعلت لانه ما متعلم حضرات جامعيين ومهندسين وطب وهذا ما متعلم من اللي ابوي جامعه شهاده ابتدائيه لحظه عمي سعيد وسعيد اسرق واحد وقصص والعالم يا ناس افتكوني من اخوي الكبير اللي يظلمني لحظه عمي ما في تلمس اختار اي واحد وره ما امشي الخرب هذا جاب حظ هذا فك الظرف فك لما جاب الغرب حظ هذا والله ما يجيبون الطلب والله ما متعود على الظروف ما ادري منين يفك مع ورقه اصلا مع ورقه عد حتى فلوس مع ثلاثه طيب لحظه ثلاثه عمي الفلوس مهم من نصيبك اقعدوا عشان نتفاهم عمي عاد انا معطيها من نصيبي ولا ما هم من نصيبي اسمع هذه شروط المسابقه يا عمي تعطيها شروط طيب يلا تعطيها شروط المسابقه ايوه ما والله انا من حبي لها ما اقدر اعطيها اصلا انت يا عمي لما عصيت المره هذه ما عاد انت مجاوب والله عاد ما عصيت ما عاد تجيني اسمع عمي اذا بتعصى تستبعد من الفقره الايام الجايه لا لا ما تستبعد استبعد جايني نصيبي ومفاهر اسمي يدخل الفازه واستبعده وياخذ هذه تبى تستبعد يدخل الفازه تبى تستبعد من الفازه وتسلم الفلوس ولا تقبل الفازه الغرفه والله لا 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 ان شاء الله ما جاي ان شاء الله ما جايبها ان شاء الله غير حظي ان شاء الله ما هم متعتنا احد ابعي عليها واخذها طيب لا تعي عليهم كل كنتينر تجيك عمي يسارك وين؟ يساري انا طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة شوي 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 خمسة والله دلفت ستة سبعة تجلس تبع الفلوس ألف مبروك يا ولد العم اجعي انا علي بالحرام ما تدخلني من خالي خلاص طوله علي الحرام ما تدخلني ما بها ترجع الرجال حلف ما احنا معطيه رد عليه حرام من الباطن المس المسجد ثلج ثلج رد الفلوس لا لا يا ابويا يا حمد بعيد يا جنة